استشهد 7 مدنيين وأصيب آخرون بقصف جوي روسي استهدف مدينتي دارة عزة والأثارب وبلدة إبين في ريف حلب الغربي، وذلك بعد يوم من استشهاد 13 مدنيا معظمهم نساء وأطفال في بلدة كفرناها نتيجة استهدافها بقصف جوي مماثل استخدم في بعضها صواريخ محمولة بالمظلات. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قام الطيران الروسي باستهداف بلدة إبين من قبل المظلات التي قامت باستهداف المنطقة وحرقها بشكل كامل، مما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات. لم نستطع أن نحصي العدد لأن الشهداء عدد كبير. وفي قام الطيران اليوم باستهداف الأثارب بغارتين جويتين استهدفت المنازل المدنية وراح ضحيتها شهيد ودمار كبير في الأبنية وعدد كبير من الجرحى. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مدير مكتبنا هناك مصطفى العبد الله. مصطفى، كم بلغ عدد الشهداء في ريف حلب الغربي وما هي المناطق التي طالها القصف هناك؟ أخي عمار، عدد الشهداء في ريف حلب الغربي 3 في مدينة دارة عزة الذين نحن متواجدين فيها الآن، ثلاثة في مدينة دارة عزة التي نتواجد فيها نحن الآن في نفس مكان هذا القصف. هناك 3 شهداء وهناك أيضا شهيدين تحت الأنقاض وما زال هناك جرحى عديدين. في إبين نتيجة سقوط 9 مظلات صاروخية كان هناك 3 شهداء أيضا والعديد من الجرحى. في مدينة دارة عزة كان هناك 6 صواريخ مظلية شديدة الانفجار سقطت على معظم أحياء المدينة في قلب المدينة. في مدينة الأثارب كان هناك صاروخ مظلي شديد الانفجار أدى إلى إصابات عديدة داخل مدينة الأثارب، لا نعلم ما هي النتائج الحقيقية لها. في أورم الكبرى كان هناك أيضا قصف بصواريخ مظلية، وفي كفرناها كان هناك قصف صباحي بالصواريخ المظلية. البارحة ليلا كان هناك قصف بالصواريخ المظلية شديد الانفجار على قرية كفرناها الواقع في الريف الغربي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 شهيد وإصابة العديدين من المدنيين وأدى إلى نزوح كبير. الشهداء معظمهم من النازحين من مدينة حمص، هم بالأصل نازحين من حمص لجأوا إلى الريف الغربي في قرية كفرناها ثم استشهدوا هناك نتيجة القصف بالطيران الحربي الروسي. في ظل هذا القصف المكثف الذي ذكرته، كيف هو الوضع الإنساني بريف حلب الغربي وخاصة أن سمعنا أن هناك استخدام للغازات السامة؟ عمار، أستطيع أن أقول بأن هناك حربا شاملة يقودها الروس والطيران السوري، الطيران الروسي والطيران السوري، هناك حرب شاملة بالطيران وبالصواريخ. هناك أيضا صواريخ أرض تنطلق من مواقع النظام الموجودة في جبل عزان وفي معامل الدفاع وتسقط في كافة أنحاء الريف الغربي. أدى هذا القصف وهذا الهجوم الصاروخي منذ أكثر من 5 أيام مع بدء معارك كسر الحصار عن حلب في المرحلة الثانية أدى إلى تدمير معظم المرافق الحيوية الموجودة في الريف الغربي وإلى نزوح كبير. الآن الأسواق مغلقة، المشافي معظمها مدمر، النقاط الطبية لا تعمل، هناك حالة خوف وهلع، الناس انتقلت إلى الأراضي والبراري وإلى الخيام، عودة إلى ما كان قبل شهر من الآن في الريف الغربي. الوضع الإنساني صعب جدا. طيب، فيما سوى ريف حلب الغربي ما هي المناطق الأخرى التي يطالها القصف سواء في مدينة حلب وبقية الريف الحلبي؟ أخي عمار، أقول لك بصراحة الروس يمارسون يعني بروباغندا إعلامية خطيرة، يقولون بأن القصف الجوي توقف عن حلب. الواقع أن القصف الجوي توقف عن المدينة الشرقية في حلب المحاصرة واستمر في كافة أنحاء مدينة حلب الغربية، يعني جبهات الغربية لمدينة حلب، أقصد مشروع 1070 شقة ومشروع 3000 شقة وضاحية الأسد المحررة وأيضا منيان وأيضا جمعية الزهراء وأطراف حلب الجديدة المحررة وأيضا في كافة أنحاء الريف الغربي والريف الجنوبي والريف الشمالي. كافة هذه المناطق تشهد قصفا جويا مركزا، وخاصة كما ذكرت أنت في سؤالك أن الكلور، هناك الآن اعتياد لاستعمال صواريخ الكلور من الطيران الروسي وأيضا براميل الكلور من طيران النظام المروحي. كما قلنا حتى هذه اللحظة التي أقف فيها أمامك الآن هناك أكثر من تسجيل 7 حالات بقصف الكلور في جمعية المناهل وأيضا جمعية الكهرباء وقرية الحيلونة وأيضا خان العسل والراشدين و
والضاحية، هناك إصابات كبيرة بغاز كلوري الفترة الأخيرة وحالات اختراق كبيرة. مصطفى، هل هناك تطورات عسكرية على جبهات حلب الغربية؟ عمار، التطورات العسكرية في جبهة حلب الغربية يعني مضبوطة بضابط الإيقاع، الوضع الميداني واللوجستي وظروف الجو والاستعداد والتحشيد وأيضا التدشيم والسلاح الثقيل وإمكانية استعماله. الآن ما نشده من حرب صاروخية كما قلت وطيران على الريف الغربي، الغاية منها هو منع الثوار من الاستمرار في شن الهجوم المباغت على قوات النظام الموجودة في الجبهات الغربية، أقصد حلب الجديدة وأقصد مشروع 3000 شقة وأقصد جبهة الزهراء. الآن اليوم تشهد هناك هدوء يعني حذر في هذه الجبهات، استعدادا إن شاء الله لاستئناف الثوار هجومهم على مناطق مواقع النظام في الجبهات الغربية. مدير مكتبنا في حلب مصطفى العبدالله، شكرا جزيلا لك.